دكتور فياض، طبعا انت عارف كويس جدا ان المشكلة الكبيرة قوي هنا في الولايات المتحدة وهي التأخير في قضايا اللجوء، وان في ولايات بتسرع جدا المقابلة والرد وفي ولايات تانية قاعدة ومريحة جدا. اول سؤال عايز اسأله، ايه هو اللي يسرع الكيسز، ايه اللي يخلي الكلاينت بتاعنا يقدر يعمل الانترفيو سريع، وإذا كان ده سبب فعلا قوي ولا إيه الأسباب القوية اللي يقدر يقدم بيها لتسريع الانترفيو، وإيه هي الولايات اللي شغالة دلوقتي وليه التأخير؟ يعني طبعا هذا سؤال بمئة سؤال إذا بدك، لأنه موضوع اللجوء اليوم والمقابلات للجوء هو موضوع معقد جدا، ومثل ما بتقولوا أنتوا وجع الدماغ في صداع. خلينا نرجع بالأول على تاريخ هذا الموضوع أو الخربطة اللي صارت. كانت الادمنستريشن السابقة، الإدارة الأمريكية السابقة أو الإميجريشن خلال فترة الإدارة الأمريكية السابقة وصلت لقرار إن الأنسب والمنطقي أكتر إنه اللي مقدم المعاملة تبعه بالأول هو بيجي دوره بالأول، لأنه كيف كانت تكون قبل؟ ما كانش في دور كبير، ما كانش في عجقة كتير. كان إذا واحد مثلا تخلف عن الدور ولا سكرت الإميجريشن ولا صار في تلج، فهذا طلع من الدور، مش هيك؟ فكانوا يحطوه بسلي إذا بدك أو بليستة للناس اللي طلعت من الدور وبدوا يلاقوا لهم دور مرة تانية. فبس يصير واحد تخلى ولا بس صار عندهم إضافي أو صار عندهم مكان كانوا يفوتوا. فإذا واحد طلع من الدور تاخد لشهر شهرين ثلاثة إضافيين بس يرجعوا على الدور، فكانوا يضلوا ماشيين بالدور الأساسي. يعني واحد طلع من الدور، الدور بضل ماشي، قدم الأول إجا دوره بقى الأول، مش هيك؟ هلأ لما صار في عجقة كتير على الإميجريشن صارت هذا الليستة أطول من الناس اللي هم عاش اللي يقولهم دور، فصار الواحد ينتظر سنة وسنتين، فصرنا نقدم شكاوى ضد الإميجريشن. فاجت الادمنستريشن، نحن عم نحكي الادمنستريشن تبع اوباما، اجت الادمنستريشن قال لك نحن بدناش نضل فايتين بمحاكم وريت اوف مانديمس ومحاكم فيدراليه تقدم علينا، مكلفه جدا. فنحن حنعمل التالي، نحن حنحط كل الناس بليستة واحده ونشوف عبر التواريخ، اذا واحد قدم ب 2015 مش حناخد ال 2016 قبله، حناخد اقدم واحد مقدم هيجي دوره أول واحد وهكذا. right. ومشي الدور على هذا الشكل. right. مشي السنين تقريبا سنتين أول اجت الادمنستريشن الجديدة. هلأ بما أنه في كمية ناس كتير والإميجريشن فيها كم محدد من الأوفيسرز اللي قادرين يعملوا انترفيوز، صارت فترة الانتظار تصير سنتين بعدين ثلاثة بعدين أربعة، فصار في نوع من يعني الاستغلال لهذا الموضوع، بس طبعا مش من الكل، قلائل اللي صار في عندهم استغلال لهالموضوع. بأي معنى؟ بيجي واحد بفيزة زيارة أو جاي تهريب عشان ما يضلش عايش بالخوف إنه يجوا يعتقلوه، بدوش يرجع على بلده، بيقول لك أنا يمكن ما عنديش كيس قوي بس أنا بمجرد ما أقدم عندي 3-4 سنين أعدهم وحاشتغل فيهم ليجل وحعيش فيهم شرعي وحيكون عندي أي شيء. زادت زيادة زادت كمية اللي قدموا على الأسايلم بهذه العقلية، مش هيك؟ مجرد ان هو بس يعني right. يقعد ويشتغل بس. هلأ اجت الادمنستريشن الجديدة قال لك نحن مش عاجبنا هذا الحال، في كتير مهاجرين، مهاجرين غير شرعيين، وفي مهاجرين كتير، في ناس ناطرين وفي لجوء، ودول اللجوء أكتر من 1,000,000 ونحن مش عايزين الموضوع. فنحن شو بقى نعمل لحتى ما نعطيش عذر للناس انها تقدم على اللجوء وتقعد سنتين وثلاثة؟ نحن حنوقف كل الناس وطلعوا قرار انه من 20/1/2018 كل واحد بيقدم من 20/1/2018 حنمشيه بالاول، وال 910,000 كان في تقريبا عملوا احصاء 910,000 اذا مش غلطان حيقعدوا، واذا لقينا لهم محل حنحطه. فاشتغلوا حلو، اشتغلوا اول شهر، بشهر اجينا ب 25 يوم اجينا الانترفيو، بتتذكري مش هيك؟ رجع شهرين، رجع ثلاثه، رجع اربعه، ما هو برضه كميه الاوفيسرز مش على قد الناس اللي عم تقدم،
وهما الناس اللي عم بيقدموا فعلا لانه بحاجه يقدموا للجوء هم اكتر بكتير من الكم واحد اللي استخدموا السيستم. فاليوم نحن وصلنا لمرحله ايه؟ عندنا ناس مقدمين من اوغست من شهر 8 الماضي، يعني بقى لهم سنه بفرجينيا ما جاش دورهم. والناس اللي مقدمين من 2014 ما حدش اساسا عم يحكي فيهم. رايت؟ صار في عندنا دورين. دور الناس اللي هم اليتامى ودور الناس اللي هم على اساس مفروض يكونوا جداد برضه مش جداد. هلا طبعا الناس موجودين بالولايات باشكال مختلفه، رايت؟ في ولايات ملحقه اكثر، في ولايات اقل. يعني في عندنا ناس مثلا بميامي لسه حتى من قبل اوغست من شهر 6 ومن شهر 5 مش كده؟ بقى لنا سنه ونص ولسه ما جناش. وعندنا مثلا اللي هي نيو جيرسي بنقدم بعد شهرين تقريبا عم يجينا الدور. رايت؟ هلا طبعا في فرق، يعني نيو جيرسي شهرين وفرجينيا صار لنا سنه. ليه الولايه، يعني ليه ايه السر ان الولايه دي شغاله زي نيو جيرسي وكاليفورنيا وفرجينيا مثلا؟ في عده اسباب. اول سبب انه مثلا نيو جيرسي ونيويورك في كميه عالم ناس اكتر، ففي اوفيسرز بالاوفيس اكتر. رايت؟ في مثلا رحنا امتى؟ رحنا تكساس، مش رحنا تكساس من شهرين. طيب نحن قدمنا، يعني لسه ما وصلتش الابلكيشن لعندهم وعمل الفينجر برينت كان اجينا الانترفيو، يعني حتى ما خدتش شهر. لانه هيدي يعني مناطق كبيره حاطين اوفيسرز ياما، يعني نحن الانترفيو اللي عملناه بتكساس الست اللي عملت لنا الانترفيو جايبينها مؤقتا من كاليفورنيا لانه عندهم كم هائل. كل اوفيس بيشوف الناس اللي عنده قد ايه. بعدين في ولايات كتير بعتوا عليها كميات كتير من الاولاد اللي هم اهله تخلفوا، اللي دخلوا على امريكا من غير اهل. رايت؟ هو لهم الاولويه. وفرجينيا اجاها كتير كتير من هؤلاء الاولاد. وطبعا اولسو كمان كاليفورنيا، اعتقد كاليفورنيا فيها. رايت؟ طبعا. بس حتى اللي فاتوا عبر كاليفورنيا كانوا عم بيحولوهم يعني على مراكز اعتقال للاولاد او مراكز تجميع للاولاد اذا بدك، هذيك مرقت فتره، ويحولوهم على فرجينيا. فصار في بفرجينيا كميه كثير من هؤلاء الاولاد اللي هم برايورتي بالنسبه لهم، فهم تركوا الادلت واخذوا هؤلاء الناس. هلا يبقى انه طيب انا شو بدي اعمل لسرع القضيه تبعي؟ هذا موضوع مختلف، لانه في ناس بتقول لك اوكي انا بحط القضيه تبعي بنيو جيرسي ساعتها بتجيني بشهرين. هلا اول شيء او لو انا قدمت في فيرجينيا بقالي سنه، لو نقلت الكيس دلوقتي نيو جيرسي هتسرع لي؟ هلا اول شغله بدنا نقولها انه الواحد بامريكا مش بي بي مش بارادته وين بده يحط الكيس تبعه. وين الادرس تبعك؟ وين مكان اقامتك؟ حتجيك الانترفيو. يعني ما فيش كون قاعد بفرجينيا انا وروح اقول لهم انا بدي انقل على كاليفورنيا، ما حدش حينقلني على كاليفورنيا. بس اذا نقلت العنوان تبعي ورحت عشت بكاليفورنيا حينتقل الكيس تبعك على كاليفورنيا. هلا سؤال، في حال انا كنت بفرجينيا وبدي انقلها على كاليفورنيا على نيو جيرسي، هل حتسرع ولا لا؟ يعني بدنا نشوف بالاول هذا الشخص امتى قدم. اذا هذا الشخص من اللي قدمه قبل واحد يعني 20/1/2018، لا ما هم عندهم من نيو جيرسي الناس اللي قدموا قبل 20/1/2018 لسه قاعدين عم يدخلوهم شوي شوي، هو مش هيسرعوهم. الناس اللي اذا واحد قدم مثلا صار له 7 8 اشهر وقال لك لا بفرجينيا الظاهر حنكون الموضوع طويل، خليني انا اروح، هذا ابن عمي راح على نيو جيرسي وقدمه بشهرين، هو حيكون اسرع. هلا طبعا حتاخذ معامله، في بيروقراطيه باي اداره حكوميه باي دوله في العالم. يعني الناس بتخيل امريكا انه لا انت فايت على مؤسسه حكوميه، ان شاء الله بتكون بالسلفادور ولا بمصر ولا بامريكا حيكون نفس الشيء، لانه دائما المؤسسات الحكوميه اطول الشغل فيها ما هو بالادارات الخاصه. فحيكون في عبان ما يشيلوك من الدار، وعبين ما يلاقوا الشخص اللي حيمضي على السوبرفايزر على نقل المعامله، وعبين ما تروح المعامله، وعبين ما يلموها، حتاخد شهرين ثلاثه على المينيموم، بعدين حيحطوها بالدور، لو كان في واحد واقف مش حيحطوك قبله.
رايت. طبعا هيشوفوا امتى انت قدمت، مش هيحطوك باخر الدور، بس عمليا اداريا هتاخد شهرين ثلاثه مينيموم عشان ما عبان ما توصل ويحطوك بالسيستم ويدوها الأوفيسر. بس يعني لو منطقيا الناس هتقول لك لا شهرين ثلاثه احسن من اربع خمس سنين، يعني لو هو الموضوع طب. شهرين ثلاثه بس يا هلا يعني اللي مقدمين بالسيستم الجديد ما فيش اربع خمس سنين، بفرجينيا الوقت اطول، بس انه اذا كان واحد صار له اربع خمس شهور ست شهور هيقول لك طب انا عبال ما ننقلها لفوق يمكن كان حيجي دوري هون. بس يعني سو فار ما عندناش اي مؤشرات خالص، الناس فعلا اللي قدمت السنه اللي فاتت زي الايام دي لغايه النهارده ما جالهمش انترفيو، ما عندناش مؤشرات، لان عندنا برضو ناس 2015 لسه ما جالهمش انترفيو. صح، بس ال 2015 هن اللي من ضمن الناس اللي ركنوهم على جنب اللي هم قبل 20/1 2018. صعب انك تعطي اي حد ادفايس هل بنقل الكيس تبعه لا. في ناس بيقول لك اوه قدمتوا اول واحد والثاني والثالث والرابع ورحتوا على نيو جيرسي وخدتوا كله موافقه يعني 100%، صح واللي صار معانا مش كده، بس كمان ما فيكش تاخديها لانه في اوفيسرز يمكن كانوا حلوين اللي جبناهم والكيس كان قوي، حتى في بعض الكيسز كانت حتى يعني افي مثل ما بيقولوا، مع هذا وكله نجحت. بس ما فيكش تقول لواحد لا روح على نيو جيرسي انا حضمن لك حتكسب ولا الموضوع احسن، مع العلم انه في بعض الولايات ببعض الامور لا في ريكورد، يعني مثلا واحد مقدم بفرجينيا بس هو من نورث كارولينا مثلا، مش هيك كله بيروح على فرجينيا، راح ما الافيسر ما اداهوش موافقه وحوله على محكمه، يعني اذا كان هو من نورث كارولينا وهيتحول على شرط لا ربنا معاك، يعني هنقول له اكيد اذا عندك ادرس يعني اركض مش بس موف، يعني اجري مثل ما بتقولوا انت اجري وامشي اي مكان بس ما تعلقش بالقضاة المتطرفين العنصريين الموجودين في نورث كارولينا. هاي لا فينا نحن ننصح له نقول له لا فيرجينيا افضل، او يعني اي مكان بس ما تروحش على نورث كارولينا مثلا على شارلوت، بس ان جنرال تقول له انه الاوفيسرز ما هم في 40 50 اوفيسر بكل محل، في ناس مناح وناس مش مناح، فصعب انك تقيله للشخص. وانا ما في اقوله للواحد انه لا اروح على نيو جيرسي وهو عايش بفرجينيا، انا في بقول له اذا نقلت على نيو جيرسي وكان عندك ادرس بنيو جيرسي او بنيويورك او باي مكان من الولايات اللي بتخدمها نيو جيرسي، لا روح انقل على نيو جيرسي، بامريكا ضد القانون، لانه انا بسمع من الناس بيقول لي لا انا رحت للمحامي وقال لي حتنجح وباخذ لك وكذا وجارنتي، ضد القانون تسحب منك الرخصة إذا أعطيت جارنتي لأي واحد أنه الكيس بتاعك 100%. يعني في بعض الدول الثانية المحامين ممكن يسمصروا ويعملوا، بس بأمريكا ما فيش لعب بهالموضوع.